بنك المركزي النهاردة قال إنه للشهر التالي على التوالي بتتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8 على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار في شهر مايو مقابل 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 23. ده خبر كويس جدا لأنه بيعني ثقة المصريين مرة أخرى اللي في الخارج، عادت لهم الثقة في الاقتصاد المصري، عادت لهم الثقة في البنوك المصرية، فاطمأنوا واطمأنوا إلى ثبات سعر العملة وبتتحرك في مساحات صغيرة جدا وبيبعتوا فلوسهم إلى مصر. تعالوا نشوف معنى هذا المؤشر وكم نحتاج من مؤشرات حتى نطمئن أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور مدحت. أهلا أهلا بيك، خير بيك. أهلا يا فندم. دكتور مدحت، ليه من وجهة نظر حضرتك الاقتصادية ليه زادت تحويلات المصريين في الشهور الأخيرة؟ الحقيقة يعني توافر النقد الأجنبي بشكل كبير حاليا، واللي أحد روافده تحويلات العاملين في الخارج، بيأتي على خلفية ثقة المستثمرين والعاملين في الخارج في سلامة الجهاز المصرفي وفي قدرة الجهاز المصرفي على العمل بكفاءة، وفي تسعير الدولار، لأن كان في دايما سوق موازية أعلى بكتير من السعر الرسمي المتوافر، وبالتالي كان العامل في الخارج بيفضل أو الموظف في الخارج بيفضل أنه هو يحول خارج الجهاز المصرفي، وكان يجد من العون من خلال يعني أساليب وعصابات محترفة في هذا المجال الكثير من العون، وكان طبعا بيفضل السعر الأعلى عن السعر اللي بيوفره طبعا. الآن البنك يوفر بسعر عادل، سعر ترى كثير أو بعض المؤسسات على الأقل ترى أنه يخبن الجنيه، يعني الجنيه المفروض يبقى أعلى من كده شوية كمان، وبالتالي من مصلحة الذي يحول الدولارات إلى مصر أن يحوله إلى الجنيه المصري ويحصل على سعر الفايدة في الأدوات المتاحة في الجهاز المصرفي، وده اللي قاله رئيس البنك الأهلي اللي بتوصل تقريبا ل 28% إلا ربع. بالضبط، يعني هو لما نائب رئيس البنك الاهلي قال انا كان عندي الاول كان عندي 90% من الفلوس اللي بتدخل ما بتتحولش للجنيه المصري، الان العكس، يعني 90% من التحويلات بتتحول للجنيه المصري، فده معناه توفر عمله رضا الجهاز المصرفي، وفي نفس الوقت الناس بتاخد فوائد كويسه. بالضبط كده، وده انعكس ايجابا على صافي النقد الاجنبي في البنوك اللي تحول من سالب برقم سالب الى رقم كبير بالفائض بالمضافة إليه طبعا البنك المركزي، وحقق البنك المركزي احتياطي تاريخي لم يسبق أن حققه من قبل في أي تاريخ سابق، اللي هو 46.38 مليار دولار، واللي هو يعد دعامة مهمة جدا لقدرة البنك المركزي على ممارسة دوره في ضبط سعر الصرف بالشكل طبعا بمراعاة طبعا قدر من المرونة كما هو متفق عليه مع صندوق النقد، لكن أيضا بالتدخل في سوق الصرف كلما كان ذلك مطلوبا، فضلا عن وفرة الدولار اللي هو بينعكس مباشرة على المواطن في أنه يقدر يلاقي السلع اللي هو عايزها، يستطيع المستورد أن يجد الدولار في الوقت المناسب، وبالتالي تتاح السلع بشكل كبير في الأسواق، وتختفي ظاهرة الأوفر برايس وظاهرة التلاعبات وظاهرة يعني تخزين السلع بغرض رفع أسعارها، لأن هيبقى متاح بدائل دائما لهذه السلع نتيجة وفرة الدولار. طيب دكتور إيهاب، خلينا نستغل فرصة وجود حضرتك معايا وأسألك عن بيان السيد رئيس الدكتور مدحت، أنا آسف، بسأل حضرتك عن بيان السيد رئيس الوزراء أمام البرلمان اليوم. ماذا وجدت فيه مما يطمئن المصريين؟ الحقيقة البيان جاء متزنا، والبيان جاء يعني وفق ما هو متوقع، يعني لا يمكن أن يأتي هذا البيان أكثر تفصيلا. نعم. التفصيل كله موجود في 300 صفحة هيعكف البرلمان على دراسته من خلال لجنة متخصصة يترأسها وكيل المجلس، لكن البيان حط الخطوط العريضة واتجه إلى استخدام بعض الأمثلة الرقمية في الأمور والشؤون التي تمس المواطن، يعني عدد المدارس مثلا الجديدة اللي هتفتتح،
قيم معينة مرتبطة بالاستثمار، قيم معينة مرتبطة بمستهدفات في ملفات بعينها ترتبط بصحة المواطن أو بتعليمه أو بالشق الاقتصادي تحديدا والملف الاقتصادي. نعم. فيما عدا ذلك هو اختار أن يكون شديد العمومية، وده منطقي طبعا في شكل وطبيعة الخطاب. الخطاب جاء متوازنا، جاء يبشر باستمرار كل ما هو جيد مما سبق البدء فيه، بما فيه توافر البنية الأساسية، بما فيه مراعاة المشروعات الاجتماعية والمشروعات المحققة لمصلحة المواطنين الأشد احتياجا. وأضاف إلى ذلك أننا نراعي التحديات العالمية الجديدة بشكل كبير، ونخصص لها الأفكار التي رأيت أنها تتماشى كثيرا مع رؤية 2030 التي هجرت بعض الشيء من قبل المجموعة الاقتصادية في تشكيلها الماضي. يعني كنا بعدنا شوية عن رؤية 2030 في الوقت اللي بعض الجيران حققوها بدري، يعني حققوا رؤية 2030 عندهم قبلها بخمس ست سنين أو ست سبع سنين كمان. لكن احنا النهارده بنعود لهذه الرؤيه من خلال المحاور الاساسيه اللي طرحها السيد رئيس الوزراء، ومنها طبعا محور الانسان ومحور الامن القومي والمحور الاقتصادي والمحاور المختلفه اللي اشار اليها النهارده، وكلها لو حضرتك رجعت رؤيه 2030 هتلاقيها يعني مشتقه منها بشكل او باخر. طيب دكتور ايهاب، هنا بيشغلني بس الوضع السياسي في المنطقه. في وضع خطط زي دي ورئيس الوزراء اتكلم عن الامن القومي، هل تعتقد ان التصورات والخطط الموضوعة يمكن ان تتأثر اذا تدهورت الاحوال على الحدود المصرية سواء كانت غزة او السودان؟ بالتأكيد مسألة تدهور الظروف والاحوال بتبقى محطوطة في الاعتبار في خطط الحكومة، حتى خطط الطوارئ الاقتصادية بتأخذ في الاعتبار هذا الأمر. يعني نحن يجب ألا نكون عرضة للصدمة وعرضة للمفاجأة، خصوصا في الصراعات المحتملة والصراعات التي بدأت. نعم. فمسألة أن تكون الحكومة جاهزة بتصورات وبدائل وكونتينجنسي بلان، أعتقد دي شفناها حتى على أرض الواقع من قبل ملفات كثيرة في أزمة كوفيد 19، وأبدى الاقتصاد المصري شيء كبير من الريزيلينس أو من المقاومة والقدرة على الصمود بخلاف اقتصادات أخرى تانية، خاصة في الملفات المتعلقة بمثلا المواد الغذائية وخلافه. نعم، أنا بشكرك جدا دكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، واللي يعني بتفيدنا دايما بآرائك ومعلوماتك المحترمة.